نجلس مستقيمين العمود الفقري، غمض العيون، منركز انتباهنا على أجزاء معينة بالجسم بحيث كلما انتبهنا للجزء المعني نرسل له طاقة شفاء مع استرخاء. مجرد انتباهنا له بصير في طاقة تسري. نبدأ بالقدم اليمين، أصابع قدم اليمين، رؤوس الأصابع، كعب، كاحل، ساق الرجل اليمين، الركبي، تجويف الركبي، فخذ اليمين، الخصر اليمين، ركز انتباهنا للقدم اليسار، أصابع القدم اليسار، رؤوس الأصابع، كعب، كاحل، ساق الرجل اليسار، ركبي، تجويف الركبي، الفخذ اليسار، الخصر اليسار، ركز انتباهنا على البطن، عضلات البطن، أمعاء المعدة، بنكرياس، ظهر، حجاب الحاجز، نراقب حركة الحجاب الحاجز مع التنفس، حركة متناوبة جيبية، مع كل شهيق، مع كل زفير، نراقب الحجاب الحاجز، انتبه للصدر، الرئتين،
ناخذ شهيق وزفير بعمق وببطء خمس دورات. نشعر مع كل شهيق طاقة محملة بالأكسجين، ننتبه للرقبة من رخ الكتفين والذراعين كفين. ناخذ شهيق وزفير مع إرخاء عضلات الرقبة انتبه للوجه، إرخاء عضلات الوجه عبر ابتسامة مرسومة على الوجه. ناخذ شهيق، نحس كيف الأكسجين عم ينشط كل الخلايا بالزفير، عم بصير في عملية استرخاء لكل الجسم. مع البسمة على عضلات الوجه نتصور فكرنا الرأس هو لهب الشمعة، باقي الجسم هو الشمعة كمادة. اللهب عم ينشر ضوء بالأرجاء. اللهب الشمع اللي هو الفكر
عم ينشر ضوء بالأرجاء. نتصور الفكر عم يمتد لحدود الغرفة اللي نحن موجودين فيها. وعينا، انتباهنا، فكرنا عم يلامس الجدران، الأرض، السطح. عم نشعر بهذا الامتداد، بهذا التوسع. حس بالمنطقة اللي فوق الرأس للسقف. فكرنا نور يمتد، يتوسع، نأخذ شهيق من نور، نغذي فيه كل الخلايا. بالزفير إرخاء لكل أعضاء الجسم. وعينا، فكرنا ممتد للغرفة بكل جدرانا. نتوسع أكثر خارج الجدران. نمتد مع النور وابتسامي على الوجه. توسع أكثر بالفضاء. نشعر بالخفة وكأننا ريشة محمولة بالهواء. نشعر بالهواء بداخل الرئتين وخارج الرئتين مع خفة ونور. متوسع مع الفكر وكأنه بالون يطير في ضوء. نضوي على كل العالم. بيشعر بكل إنسان، بكل مخلوق بيتمنى إله السعادة والسلام. بيتمنى السلام لكل الأرض. أي فكرة بتمر
مثل الغيم العابرة، فكرنا مثل الشمس، شمس تنير على العالم، أي فكرة بتمر. ما في عنا صراع، ما في مقاومة، نسمح للأفكار بالعبور. نحن نور، أي شعور أو ألم أو مضايقة خليه موجود، اسمح له بالتواجد. فقاعات من الباطن، فجوات من العمق تخرج الآن للسطح. أي ألم، أي إزعاج خليه موجود. نحن النور، نحن الشمس، ما بتتأثر بغيمة عابرة. ناخذ تنفس عميق، نشحن كل الخلايا بالنور. نحن بسلام، نحن بهذا الوعي الشاهد على أحداث الوجود. هاي حقيقتنا، وباقي الإزعاجات والهموم والأحزان غيوم عابرة. نحن شمس سماء الوعي. نفس بعمق من جديد، من سماء الوعي، زفير لكل المشاعر والأفكار، ونبقى بوعي. تنفس من جديد، نحس بوجودنا المادي، نحن بسلام في كل حال، بإحساسنا الجسدي أو بلا إحساس مادي.
نشعر بنعمة وجودنا في هذا العالم المادي من خلال جسد من نفس الطبيعة المادية لنعيش السلام، سلام هذا الوعي، سلام هذا النور. نفس من جديد، نشعر أكثر وجودنا المادي، نتذكر حس السلام العميق اللي انطبع بالعمق. نفس من جديد، حرك أصابع الكفين، الذراعين، ننشر طاقة على كل أنحاء الجسم بالكفين، نفس من جديد بعد نص دقيقة لحد دقيقة، نبدأ بفتح العيون بهدوء. قبل ما نفتح العيون نحافظ على ابتسامة بالوجه، نشعر بالابتسامة بقفا الراس، نشعر بالابتسامة بالظهر، نشعر وكأنه كل الجسم يشعر بهذه الابتسامة. ونفتح عيوننا لنحافظ على السلام. نفرك الكفين مع بعضهم، نضع الكفين أمام العينتين، نشعر بطاقة النور الداخلي والخارجي، والسلام الداخلي سينعكس على حياتنا بسلام خارجي، وكلما زاد حس السلام بنفوس أهل الأرض انعكس بسلام على
Thank you.